دي مش روح كابتن طارق العاشري ولا روح كابتن علاء عبد العال، ده كابتن محمد يوسف. كابتن محمد يوسف بيلعب ب 10-0 مش 4-4-2 بقى، وبيعتمد على الكرات العرضيه من ناحيه الشمال او ناحيه اليمين على احمد علي، ولا بيعتمد على انطلاقات اطراف ولا الكلام الفاضي ده. 4-4-2 8 قدام الجون والاثنين التانيين هيدافعوا. احمد علي وفادي فريد مش عايزين احنا حاجه ان احنا عندنا اثنين مهاجمين ومحطات او واحد محطه وواحد بيجري والكلام الفاضي، احنا عندنا 8 واقفين قدام الجون. طب يا كابتن يوسف دي مباراه ترضي ربنا ليك كمدير فني؟ ايش دعوه باش، انا عندي 7 نقط واخدهم من 4 تعادلات ومن مكسب، عايز حاجه مني تاني غير كده؟ ما تقوليش بقى ان انا هاجم والكلام الفاضي ده. هي فرقه لسه مفترض ان هي اول سنه لها في الممتاز، بس يمكن تقولها في كابتن محمد يوسف. يعني كابتن محمد يوسف راجل واخد دوري ابطال افريقيا مع الاهلي، ناس كتير كانت بتنادي بيه بعد رحيل فايلر، مره واحده تلاقي ان كابتن يوسف عنده له 2 قلوب دفاع في خبرات زي محمد مجدي اللي هو منتظر ان هو كان يكون واحد من احسن مسكين في مصر، بس اصابات كتير مع الزمالك، عنده محمد كوفي، عنده دبش، عنده كمان عاصم صلاح، عنده كمان لعيبه مفترض ان هي كويسه زي احمد علي كامل، وكمان عندك فادي فريد، ومفترض ان انت يعني فرقه كويسه وفرقه تعرف تمشي كوره، تنزل تدافع ب 10 لعيبه كابتن يوسف. لا كابتن يوسف ده كده انت عديت الفلنكات في المباراه الالحاديه بصراحه. ده ايه الالحاد ده كابتن يوسف؟ انا نفسي اعرف الاربع تصويبات اللي البنك الاهلي عملهم امتى؟ معلش يعني ده ما يمنعش ان الاهلي عمل مباراه غريبه، يعني معلش يعني هو ازاي تبدا بوليد سليمان اساسي هو كلاعب مهاجم تاني بيلعب مع كهربا؟ تمام بتحب ال 4 4 2 بتحب انك تودي قفشه ناحيه اليمين يعمل واجبات مع حسين الشحات، تمام عجبنا الكلام ده، والكلام ده دلوقتي بيتزيط لك طول ما انت بتكسب. بس لما بتيجي تقعد تقول يا جماعه الاهلي عنده شكل جوه الملعب، يقول لك لا. طب يا جماعه حد تابع فرقه البنك الاهلي دي قبل ما نلعب قدامها النهارده؟ هيقول لك لا طبعا. ما انت ما تقنعنيش ان حد هيلعب قدام البنك الاهلي وما تبداش بوالتر بواليا، لان والتر معروف ان هو على الاقل فرود ومميز بالكرات العاليه، الماتشات اللي زي دي بتكسبها بحلين، يا تصويبات من بره وده اللي كان بيعمله اليو ديانج، وده اللي كان اخطر حاجه في النادي الاهلي سواء الشوط الاول او الشوط الثاني، يعني انت بتلعب عرضيات وبتلاقي ان انت عندك قناص بمركز 9 بيقدر ان هو يطلع كور في 18 هيدرز بيلعب بدماغه، احنا لا عندنا هيدرز ولا عندنا حد بيشوط غير اليو، ويا دوبك الخطوره كانت قليله الشوط الاول او الشوط الثاني. بس الناس كلها تقعد دايما تركز على الحكم الطرف الاضعف في المباراه وتقول لك ان هو الغى هدف صحيح لايمن اشرف، لا هو مش هدف صحيح، دي فاول ولو اتحسبت كانت تبقى فضيحه، لان ايمن اشرف بقوه ناطط فوق دماغ الراجل فطبيعي ان هو يحسبها فاول. مش مشكله بقى الحكم ان انت ما عرفتش ان انت تخلق فرص الشوط الثاني وفي الاخر عامل حسابك على ان والله يا جماعه الحكم ظلمني، لا الحكم ما ظلمكش، انت اللي عندك مشكله في الاطراف، انت اللي عندك مشكله كلها في حته ان قلنا لك حسين الشحات محتاج واحد جنبه قوي يشيله، وقلنا لك محمد هاني هتكون ريسك ابن 60 جزمه لو بدينا بيه الموسم كباك يمين، وقلنا لك كمان ان انت محتاج وينج هاف شمال، مفترض طاهر محمد طاهر هاف، بس الراجل بيحب يلعب 4 4 2 وكله بيلعب في العمق، ما حدش بيلعب عندنا على الطرف، فكله شغال في العمق. طب يا جماعه بالنسبه للاطراف اللي بتعدي واحد على واحد وتشوط الكلام ده بيخشوا بقى، يعني بيخشوا بقى 18 و6 ارض وبيشوطوا، انما هم ما بيطلعش على 18 زي صلاح كده او زي ماني وبيشوط، احنا ما عندناش اطراف، احنا كلها بقت مهاجمين. طب تمام يا عم انا ما عنديش معاك اي مشكله، بس معلش هو انت لسه سهلت ورحت جبت لعيب زي والتر بويا؟ عايزين نفهم. طيب انا عارف ان لجنه التعاقدات دي هي اللي جابت جيرالدو وهي اللي مش عارفه تسربه، بس ليه اتعاقدت مع لعيب بيلعب في الجونه وانت ما راجعتش قدامك تجربه صلاح الدين سعيد، وما راجعتش قدامك تجربه كل اللعيبه المحترفين اللي انت جبتها من الدوري المصري وفشلت؟ ما تابعتوش ليه وقلتوا يا جماعه ممكن والتر بوالي يفشل عندنا؟ ولا انتوا عشان خاطر خايفين ان انتوا تروحوا تجيبوا لعيبه من افريقيا فهتفشل فيقول لك دي لعيبه هم اختاروها زي الفرود الافريقي اللي لسه ماشي من عندنا وراح الدوري الفرنسي اللي هو اليو باتجي، ولا زي كمان جيرالدو اللي احنا لسه بنتكلم فيه؟ طيب في عز كل ده مستنيين مننا ايه؟ يعني مستنيين موسيم هاني راجل طيب هيقولوا له يلعب باي حد يعمل اي حاجه، وليد سليمان الجمهور عايز يلعب اساسي ينزل يلعب اساسي، اليو اسمه ايه ده والتر بوالي الجمهور مش عايز يلعب اساسي، عم عادي. بس بقى تقعد تلبسها في الحكم؟ لا قول ان انت كنت وحش، انت كنت وحش ماتش وادي الدجله فتعادلت، كنت وحش النهارده فتعادلت، هتقعد بقى تلبس كل فشلك للتحكيم؟ هيكون ظلم، على الاقل الراجل هتاك 7 دقايق تعك فيهم زي ما انت عايز في الوقت الضيق وما عرفش تعمل اي حاجه، فما ترجعش تقول الحكم هو اللي كان فيه مشكله، هتقول لي ادي انت اهلاوي بعد كل اللي انت بتقول ده، اقول لك اه والله العظيم اهلاوي بس انا ما بحبش ان انا اطبل عشان خاطر اعجبك. مش لازم اقول لك ان الاهلي ظلم تحكيميا والاهلي ما ظلمش تحكيميا، الاهلي عمل مباراه سيئه، الاهلي عمل مباراه سيئه، الاهلي يستاهل ان هو يطلع متعادل مع فرقه كان مديها ب 10 لعيبه وهو ما عرفش يخترق وما عرفش يسجل، فخلاص الاهلي وحش ما فيهاش اي حاجه.